نضرب بالطوفي كمان. ادي يا جماعه شايفين اهو، ادي ماتش كوره بين مركز شباب بيبا ومركز شباب يطسا، والناس عماله تتعور والاتوبيس مش عارف يمشي، والناس كسروا لنا الاتوبيس واتضربنا في الملعب، واعضاء مجلس الاداره اتعورت واللعيبه اتعورت، وادي اهو السواق اهو، والشرطه ولا كان حاجه موجوده اصلا. ادي السواق اهو، ولا في امن ولا في اي حاجه، ولا في اي حاجه، والاتوبيسات اتكسرت علينا. وادي ضربه يا كابتن اهو، ادي الدنيا شغاله اهو، هي دي اطس، هي دي الفيوم. ادي عم حسين اهو ماشيين، الراجل خد له قلب طوب مش قادر يفتح عليه اهو، الاتوبيس اتكسر. وادي اعضاء مجلس اداره، ادي اعضاء مجلس اداره يا كباتن اهو، وادي اللعيبه محدش عارف يتحرك، الناس عماله تعور وضرب طوب اهو. ادي الكره في مصر، هي دي الكرة في مصر، المدير العام، هي دي الكرة في مصر يا كابتن، هي دي الكرة في مصر يا جماعة، مدير العام في الفيوم. هذا كابتن طه، كابتن طه نائب رئيس مجلس الإدارة، اتفضلوا يا جماعة. هادي هادي الأمن، هادي أعضاء مجلس الإدارة، هادي الكرة يا جماعة، هي دي الكرة، هادي الكرة في مصر. ادي الاتوبيس اهو اهو، اديكم شايفين طبعا، ويقول لك كور، هي دي الكور، هي دي الكوره في مصر اهو، ادي الكوره في مصر اهي، ولا في امن ولا في حاجه، الناس اهو اهو، صور الاسعاف اللي بتشيل اهي، صور الاسعاف اهي بتشيل والناس بتتفرج، صور اسعاف اهي، اجزر اجزر يا عيني، مفيش امن خالص اهو. ادينا زي ما احنا شايفين، هي دي الكوره يا جماعه، ماتش مش عارفين نعمل من ماتش في اطس، مش عارفين نمشي يا جماعه، مركز شباب هنا واطس مش عارفين نمشي، ناس عماله تعور ومضروبين، ناس طالعين نعمل محضر، الشرطه واخدانا رايحين نعمل محضر وبيضربونا واحنا ماشيين مع الشرطه، وقفنا مش عارفين نمشي. ادي الكوره يا كباتن، هي دي الكوره في مصر، الكوره في مصر، فين اتحاد الكوره بقى؟ ونأمن حفلات بس بالملايين، حفلات رقص، ومش عارفين نعمل ماتش كوره بدرجه ثالثه. لعيبه يا كابتن واخد غرز والله، اللعيبه كلها متعوره، ومجلس الاداره متعور، والراجل السواق دعوروها ماشي ضربوه بطوبه. ادي هي دي الكوره في مصر، ادي الكوره يا جماعه، شنطه التليفونات كلها راحت بتاع اللعيبه من اللي فيها. نعم يا باشا، انا مبحث يا عم، بحث يا عم، انتوا مأمنيني عشان تقول لي مباحث، وانت عارف تأمنني عشان تقول لي مباحث، مباحث ايه؟ ماشي، ما احنا على دماغكم، مش ما احنا متعورين اهو، ده انتوا مش عارفين تحمون، هي دي الكوره، طالما مش عارفين تحموا ومش عارفين تعملوا ماتش بتعملوا ليه؟ ده فلوس رئيس المباحث بتاع اتفضلوا يا جماعه، هي دي الكوره في مصر. جايين جايين خلاص، طالما يفتح جادي يا جماعه، الكوره اهي، اتوبيس اهو، ادي الكوره في مصر اهو، ناس جهاز بيتضرب ولاعيبه بتتضرب في الملعب وبره الملعب اهو، والامن بيساهم عشان يمشي الناس، ادي الامن بدل ما يحميني جاي يساومني عشان امشي عشان ما اعملش محضر، هي دي الكوره شايفين يا جماعه الراجل جاي بيساومني عشان امشي عشان ما اعملش محضر بعد ما اتضربت واتكسرت يا رجاله يلا ناخدها ماشي يا عشري، عشري هو اللي كان في ايدهم في الملعب، والله هو اللي كان في ايدهم في الملعب. احمد بن خالد بن ميتين قلب يا عم، مش يوسف، مش يوسف، يا احمد يا خالد، يا احمد يا خالد، ما تروحش، انا متعور، انا متعور، انا متعور، Thank you.
حد يبلغ اتحاد الكوره يا جدعان، ادي اتحاد الكوره، ادي الكوره في مصر. اتكلم بقى الناس دي واخده مفاده منها ازاي نلعب في مكان زي ده؟ انا مش عارف، انا مش عارف. منطقه الفيوم منظمه بطوله ومش عارفه تحميها، يعني الاتحاد بيدي المناطق تنظيم بطولات ومش عارفين يحموها. ناس جايين بعسكري وغفير، وبعد ما الدنيا باظت والدنيا ولعت واللعيبه اتعورت والجهاز اتعور، ادي الناس جايه يساومونا اهو. اتفضلوا يا جماعه، ادي اللعيبه اتعورت. ده شرب تاني؟ ادي اللعيبه، ادي اللعيبه بقى مش عارفين نطلع، قاعدين في افريقيا. بلد الامن والامان. ادي الكوره يا جماعه، ادي اللعيبه. تعورت عليك؟ لعيبه كلها متعوره والجهاز متعور. لبسوا الدغدغ، بسم الله ما شاء الله يعني. الله، لا بنلعب في الجزائر ولا في تونس انت. الله يا جماعه، ادي الازاز اهو. سواء الضرب، ادي الازاز. اتفضل يا جماعه، اتفضل. ادي الازاز يا جماعه، هيبقى ماشي بتضرب بالطوب وبالحجاره، بنلعب في تونس اهو. ازاز اهو، اتفضل اتفضل اهو. ادي الازاز، اتفضل. ادي الكوره، الكوره يا جماعه، الكوره اللي بتقرب الشعوب. الناس بتموت بعض عشان الكوره اهو. والامن يقول لك امشي، الامن جاي يساومني عشان امشي، عشان ما اعملش محضر، عشان اخد حق. ده مش عايزينها، احنا في بلد ما حدش عايز يدي حد حق. اتفضلوا.